رسمنا خريطة في أول يوم، قلنا علم الإحصاء هو العلم بيتكلم على جمع وعرض وتحليل. إحنا خلصنا كل بتاع إيه؟ العينة وعيون المجتمع عايزين نخش في الجزء بتاع عرض إيه؟ البيانات بتاعتنا. اعرض بيانات ازاي؟ عندي ثلاث صور لعرض البيانات، المدى وعارضها في سوق الجداول، المدى اعرضها في صوره رسومات شرط او اي رسمه، رسم او بياني يعني رسم بياني، او اعرضها في صوره جبريه يعني ارقام 15 15 30 في صوره ميجرز مقاييس. يبقى ما هي صور عرض البيانات؟ لا شرط لا رقم. طب احنا ايه الموضوع؟ هنعرض التيبل ولا بالشرط ولا الميجرز؟ اقول لك ده لكل مقام مقال المقام ولا كل مقام المقال. انا بعرض لناس اميين وكلام كده هو يعني صفه صم مع بعضنا، يمكن الرسومات تكون معبره عن الايه؟ عن الجداول. هيلاقي عمود كبير وعمود صغير هيفهم ده اكبر من ايه؟ زي حالات تنظيم الاسره. في مين شغال في الجهاز؟ صح يا استاذه؟ مش كلكم دوائر وارقام؟ صح؟ واعمده؟ طيب سلمي لها سعاده اللواء. وانت كمان مستخبيه؟ لا المجلس كوميس. معايا ولا لا؟ لكن في حاله تانية ممكن تكون الناس يعني مفنطه شويه فحط لهم حاله في جداول، صح ولا لا؟ لكن كلمه رسومات وكلمه جداول بيخش فيها الرغبه الشخصيه، اعملها اعمده ولا اعملها دوائر، صح ولا لا؟ حتى الجدول اعمله جدول من فئتين ولا من 10 ولا من 15 يبقى فيها الرغبه الايه؟ الشخصيه. ما حدش هيعترض عليك معايا ولا لا؟ اما فكره الميجر هي مقاييس حسابيه قانون. لما اقول لك نص القطر كذا احسب المساحه وطلع لي الرقم ده. مش ممكن ادي نص القطر واحد في مصر واحد في الهند واقول لهم احسبوا لي محيط الدايره ويطلعوا رقمين ايه؟ كذلك هذه المقاييس اساليب وتعتمد على الجمع والطرح هي حساب ورياضه. معايا ولا لا؟ ما يختلفش فيها اثنين للفئه الواحده. اكتر من كده بيبقى ليها خصائص. الخصائص بتاعتها اللي يعرفها في مصر هو اللي يعرفها في الهند. لما اتكلم على الانحراف المعياري وخصائصه يبقى بتاع مصر هيتكلم نفس اللغه اللي هيتكلم عليها فين؟ في الهند وفرنسا بمناسبه اليونسكو. اتفقنا ولا لا؟ يبقى هنا في نوع من الدقه. يبقى ولو انا بعمل بحث علمي هتلاقيني مضطر ايه؟ ما دام راكب مش مانع نستعمل اي حاجه من دول، لكن في الاصل يبقى عمليه العرض واحده من الثلاثه، هتختلف من حاله لحاله لحاله حسب المجال اللي انا ايه؟ هتكلم عليه وهشوفه. انت لو بين زمايلك وعندك برزنتيشن رسمتين مع جدول من خالص اتفضلنا العمليه، لكن الواحد لو راح في مؤتمر وهيعرض بحث علمي وهو لازم اقول له ده كان كذا وده كذا، لان لما بيقول كذا هيعرف الخصائص. الناس اللي فاهمه بقى هقول لك ايه بقى خصائصه كذا وكله بترسم كل شيء. اتفقنا كده؟ طيب حصل لبس الاسبوع اللي فات ان الاستاذ حازم ابتدى فين؟ بالمقاييس. واحنا لسه ما اخدناش ده وما اخدناش ده معايا حضرتك ولا هو مش لابس الحق يتقال. انا اللي قلت له خش يا حازم وما رضيتش اخليه يتكلم في الكلام ده لان الكلام ده انا هقوله احسن. فقلت له اتكلم عن ده مع الاختصار. هنرجع نقول تاني كل اللي قاله الاستاذ ايه؟ حازم احنا بس كنا ايه مش عايزين نكسب خاطركم ما تجيش ما تلاقوش حد يعني. يبقى النهارده احنا عايزين نتعلم ازاي اعمل جداول وازاي اعمل رسمه وازاي اعرف مقاييس ونفسر الرسومات كلها. نبدا بقى ملحوظه هامه. عمليه العرض هنا هو سواء في ده ولا ده ولا في ده مش عرض عشان الجمال ان ده حلو ولا خضره وده زرقاء ومش عارف ايه، ده مش هو ده الهدف. حط على كلمه عرض تلخيص البيانات. يبقى العرض الهدف منه تلخيص. انا عندي 1000 رقم
اسماء يمكن تظهر الايه؟ المعلومة صح ولا لا؟ حطيتهم في جدول تظهر ثلاث اربع معلومات. اتفقنا؟ يبقى العرض اللي احنا بنقصده مش هي جميل ووحش وحلو ولا بتاع ولا لا، ده العرض بهدف تلخيص الايه؟ والحصول على معلومات. تملي وانت بتسأل نفسك الحتة دي بتقول ايه؟ بتتكلم على معلومة، عرفت تطلعها يبقى فهمت. تعرف تعملها من غير ما تفهم المعلومة انا ما فهمتش. اتفقنا على كده؟ هنبدأ النهارده نتكلم على الايه؟ على العرض الايه؟ الجدول. يلا كل واحد ياخد نفس طويل. عشرة 20 10
فاضل 10 بتوزعهم يعني 30 بس عايزين نوزعهم. قوم قول 12 17 و13 يا اما كمان لا يا عم زي الفل. انا ما عملتش حاجه انا مسكت انا انت هيجيلي كتير زي ده اهو. وانا اعمل ايه بقى فيه؟ ايه ما هو جاي طلع لو سمحت ما يا فندم انا اتفقنا على اني انا مش ههتم بكيفيه تم تركيب وانشاء هذا الجدول. هقوله بس مش في حصه النهارده لان هيجي وقت هضطر اني اقول الكلام ده مره تانيه مع معلومه جديده. في هذه الحاجه اقول لك تعالى بقى نقول لك ان انا اديتك الجدول وما قلتكش اتعمل ازاي. ولا بعمله هخدم بيه فكره الجدول والفكره الايه؟ كله هنا. مش عارف تعالى بقى نشوف لو جالي جدول زي ده اهو. في بعض المصطلحات اللي لازم نتفق عليها. اول جاء اول عمود ده هسميه كلاسز او الانترفال. والتاني هسميه فريكونس او هنرمزه بالرمز ايه؟ خلاص يبقى يفرق. والتاني انترفال. في كم هنا انترفال؟ في خمس انترفال. ده انترفال. خلاص فترات. لا فئه مجموعات لا فترات. دي الفئه الاولى، دي الثانيه، دي الثالثه، دي الرابعه، دي الخامسه. كل فئه ليها لور ليميت وليها ابر ليميت. معايا؟ ده كل ده اللور ليميت الابر ليميت اللور ليميت الابر ليميت اللور ليميت الابر ليميت. معايا ولا لا؟ اذا جينا جبنا الابر ليميت وطرحنا منه اللور ليميت بيسميه الانترفال لينس. بيسميه الانترفال لينس طول الفتره. اه يعني الفئه الاولى 20 ناقص 10 10 30 20 ولا لا؟ وبناء على الانترفال لينس بنقسم الجداول لريجولار وايه الريجولار؟ جدول تكراري منتظم. ما هو الجدول التكراري المنتظم؟ الجميع فئاتهم ال دي 10 والال الثانيه 10 والال الثالثه 10 والال الرابعه 10. يبقى الجدول ده ايه؟ ريجولار. الال الاولى 10 والال الثانيه 10 ودي 5 ودي 5 كده. يبقى لو واحده بس من الالات اختلفت عن اخواتها يبقى جدول غير منتظم. يبقى اول تقسيمه للجداول التكرار جدول ريجولار منتظم وجدول غير ايه؟ منتظم. ما هو الحكم على الجدول منتظم ولا غير منتظم؟ هي طول الايه؟ الانترفال. هاي اتفقنا على كده؟ في حاجة اسمها السنتر اوف ذا ليميت وهنرمز لها بالرمز اكس وهتمشي معانا طول العمر. اكس اكس معانا ايه؟ السنتر اوف ذا ليميت نقطة الميد بوينت اللي في الانترفال، صح ولا لا؟ مش كل انترفال ليها نقطة في النص؟ معايا ولا لا؟ هنجيبها ازاي؟ تقول عبارة عن اللور ليميت زائد الابر ليميت على 2. سهلة خالص. اللي هو الانترفال السنتر اوف ذا ليميت. سنتر اوف انترفال. او بيسموها الميد بوينت. تعال نشوف الفئة الأولى المركز بتاعها إيه؟ 10 زائد 20 على 2 15. الفئة الثانية 50 على 2 25. مظبوط كده اهو؟ يبقى ديفينيشن حد يقول لك السنتر تعرف تعمله. طب اقول لك اللينس ده ايكوال ولا ريجولار ولا ايه الريجولار نقدر نفهم الكلام ده. بعض الاحيان بدايه الفئه الاولى ما تبقاش موجوده. يبقى صفر. او لا مش صفر. لا لا بجيبها من ما نجيبش ولا هنعمل ونما هنجيبها. ما تشوفها كده قسمين. قول لي جنبها. دي معناها ان اقل من 20. اقل من معايا ولا حتى وتوصل للناقص ماشي. معايا ولا لا؟ وبعض الاحيان الفئه في نهايه الفئه الاخيره مش موجوده. يبقى اكتر. مور ثان ولا مور ثان كده 50 اكتر من 50. اي حاجه. وممكن الجدول يبقى لا الاولى ولا الاخيره ايه؟ يبقى ممكن يكون مفتوح من اعلى او مفتوح من اسفل او مفتوح الطرفين. يبقى الجداول منها الكلوز لما كان ده 20 لما ده كان 10 وده كان 60 ده كلوز
تيبل. طب اللور والقمر بقى يبقى هنا ايه؟ مفيش الفئه الاولانيه مش هقدر تحدد ده مفتوح، مش هقدر اجيب المركز الفئه وملهاش بدايه ولا نهايه، لازم انا لو عايز اعمل كده لازم اقفلها بايدي احط رقم انا معايا ولا لا؟ لكن الطبيعي ان الجداول مغلقه زي ده اهو، لكن لو فوق مش موجود او تحت مش موجود او الاثنين يبقى ده جدول ايه؟ مفتوح. يبقى الجداول من المغلق ومن المفتوح. اتفضل. الجدول المفتوح نطلع على اي حاجه؟ لو طبعا لو جدول مفتوح يبقى ليه مش عارف ايه؟ ملخص الكلام ده اهو، احنا احصائيين بنفضل اي جدول؟ المغلق. المغلق والمنتظم. مش عشان حلو على الخضره، التعامل الرياضي معاه اسهل من التعامل الرياضي مع الايه. اتفقنا على كده؟ كل ما اقدر اعمل جدول منتظم ومغلق يبقى شيء جميل، لكن في بعض الاحيان بضطر اني اخليه مفتوح. في بعض الاحيان بلاقي ان عمليه ان انا مضطر اقسم الفئه دي عشان الفئه دي تبقى قد ايه؟ 35. لو قلت من 30 ل 35 و 40 طبعا 35 ده هينقسم على فئتين ولا لا؟ في بعض الاحيان بلاقي ان في تكرار يتركز في فئه معينه مضطر اقسمها لايه؟ وبالتالي تتحول لجدول مش ايه؟ مش منتظم. الله وكيل، هنعمل ايه فيها؟ عندنا حل، لان مثلا انا بخبرتي اقفلها. اذا انا قلت لك ايه؟ الآتي اعمار الطلاب في المرحله الابتدائيه، ما انا عارف ان المرحله الابتدائيه مش هتقل عن 5 صح ولا لا؟ فالديفينيشن باين معايا حضرتك ولا لا؟ ومثلا وفي الاخر مثلا المرحله الابتدائيه مش هتقل عن 12 معايا ولا لا؟ وفي بعض الاحيان اقول لك ولا وجع قلب يشيل الايه؟ الفئه. بنبدا من السطر الثاني او الفئه الثانيه. نبدا من الثاني. غاليين هتشتغلوا في الجداول المفروض مفتوح. مش عايزين تشتغلوا في الجداول المغلق. لا انا عايز المغلق يا دكتور. ما انا بقول لك ثاني انا بضحك كمان ما تخافش ما تخافش بجد كده. طيب اتفقنا يا اخوانا؟ انا بقول كلام لما اجي اقول منكم بعد كده ما حدش يقول لي يعني ايه؟ ولا جدول منتظم معايا ولا لا؟ جدول مغلق، جدول مفتوح من اعلى، ده جدول مغفول من اعلى معايا، ده مركز الفئه، ده طول الفئه. كل واضح مش كده اهو؟ هاي ده خلصنا كل المعلومات اللي احنا عايزين نقولها على ايه؟ على العمود الاولاني اللي هو الانترفال او كلاس، صح ولا لا؟ ناقصني حاجه واحده، لما اقول من 10 ل 20 معناه من 10 الى اقل من 20، يعني لو قلت 20 بالذات معناه ايه؟ اتفقنا على كده؟ يعني 19 3 ساعات. 19 3 ساعات زي ما بنقول، يعني دي عباره عن الانترفال معموله كده مغلقه من ناحيه ومفتوحه من الناحيه الايه؟ الثانيه. اتفقنا على كده؟ الثاني دي ما انا بقول اهو لما اجيب واحد من هنا واحد من هنا صح؟ ايوه. لما اقول 20 مش هنا من 10 ل 20 ال 20 مش معناها، اما اقول كلمه 20 بالذات معناها جايه ايه؟ يبقى هنا الى اقل من 20 زي ما قلت لك دي معناها مقفوله من هنا ومفتوحه من ايه؟ مقفوله من هنا ومفتوحه من هنا اهو. معايا حضراتكم كده اهو؟ دي برضو من ضمن المعلومات اللي انا هاي. نيجي الاثنين على الايه؟ زي ما قلنا احنا انشانا التكرار بناء ان احنا عدينا العدد وكل شيء، جالنا جدول زي ده اهو. بيقول ايه الكلام ده اهو؟ لو انا عندي سكه 35 جي بتقول ايه؟ عندي فئه من 30 ل 40 يا ما ال 35 فرد من البيانات دي هي هتقع من 30 الى اقل من ايه؟ وتحت اي حاجه اقدر اقولها ولا لا؟ لما كان عندي 100 رقم وانا سالتك هقول لك ايه؟ ايه هي الفئه الاكثر شيوعا؟ ايه؟ السن الاكثر فبيتجاب لك 35 من الاعلى من 40 انت ده اعلى تكرار؟ معناه الفئه دي الناس ال 30 فئه هي الناس اللي ايه؟ اللي موجوده كتير اكبر صح ولا لا؟ لو كان ال 100 رقم دول مفروضين قصاد مني سيبك من 100 بقى لو كانوا 1000 كتير صعب لو كانوا 5000 اذا احنا قدرنا نحط الكلام في جدول نطلع منه معلومات الفئه الاقل تقول الفئه الاقل اللي هي من 50 سنتي يعني دي اقل فئه اذا من خلال الجدول هقدر استنبط بعض المعلومات اللي هتبقى تايهه على مستوى الايه؟
الداتا مظبوط ولا لا حضراتكم؟ معايا كده؟ هاي جيت انا عملت فيك مالك؟ رحت قلت لك ده هنا من 35 هنا 35 وهنا من 35 وسألتك نفس السؤال ده هي الفئه المهمه في الفئه دي صح؟ هي الفئه دي اللي تكرر هنا ايه؟ دكش بقى معايا بص كده غيرنا رقم الفئه بص الفئه الاولى طلع 10 صح؟ والفئه الثانيه طلع قد ايه؟ 15 والفئه الثالثه بقى طلع 5 والرابعه 10 11 طب مش يمكن انا لما كده بقى مش منتظم انا غلطت كده بقى مش منتظم انا منتظمه كده 35 لا متاسف دي هتبقى 25 ودي هنا من 25 يبقى هي هو صح يبقى الفئه الاولى هتقولها قد ايه؟ الفئه 10 والثانيه 5 والثالثه كام؟ 15 بص كده بقت الفئات مش متساويه طب مش يمكن ال 35 دي كبرت عشان انا وسعتها ايوه ودي اتنقصت عشان انا سقطتها اذا ناخد اول معلومه اذا كان الجدول غير منتظم وحبيت اتكلم عن الاهميه النسبيه للفئات ما اعتمدش على التكرار اللي هو النشاط النيل بحسب حاجه اسمها ايه؟ الادجستد فريكونسي التكرار المعدل هحسب التكرار المعدل ليه؟ عشان احكم على اهميه كل فئه من هذه الفئات طب ايه هو تعريف التكرار المعدل؟ تعريف التكرار المعدل هو التكرار مقسوم على طول الفئه ايوه يبقى نيجي نحسب الادجستد فريكونسي الايه اف استخدمت ادجستد فريكونسي التكرار المعدل التكرار على طول الفئه 5 15 على 10 بقت 1.5 20 على 5 بقت 4 15 على 35 على 15 2 وشويه 35 على 15 بتهيألي 2.3 17 على 10 1.7 من 10 13 على 10 1.3 دلوقتي لو جيت قلت لك ايه هي الفئه الاقصى اكثر اهميه هتلاقوها لو جاوبنا الاول كنا هنقول الفئه دي انما بعد التعديل بقت الايه؟ اتفقنا على كده؟ يبقى اذا اتسالنا احنا وعايزين ولا عايزين في شغلنا ولا عايزين نعرف الفئه اكثر اهميه مع والجدول غير منتظم لو جدول منتظم اكيد حاسب كله على 10 على 10 على 10 ولا مش هيتغير لكن لو جدول غير منتظم عليا ان اعمل التكرار الايه؟ المعدل وما هو التكرار المعدل؟ هو التكرار الاصلي المفروض على طول الايه؟ ممكن ان تحدث تبديل في الاهميات ولا لا؟ ممكن ان تحدث تبديل في الاهميات فين الفئة الأولى دي؟ الفئة الثانية أنا قلت دي لأن دي أربعة دي 1.5 ودي أربعة طب حضرتك قسمتهم على إيه؟ على ما هي 20 على 5 كل فئة 5 بقت بأربعة معايا دي 15 على 10 تمام فطلع العمود جديد معايا ولا لا؟ إذا أخدنا العمود ده مع العمود ده وسيبنا العمود الأولاني هنسميه إيه؟ أجستد جدول تكرار معدل لأن عدلنا الإيه؟ هو هنوصف الجدول بحسب اللي عملناه فنقول جدول تكراري ايه؟ معدل فريكونسي على انترفالنس طيب نعم لا انا ما لعبتش في الفئات ولا منتظم ولا غير منتظم ده في الفئات ده انا بلعب في التكرارات انا لما بعمل جدول تكراري المعدل زي ما هو الفئه زي ما هي بس معدل التكرار فهيطلع صوره ثانيه صح ولا لا؟ هو ده الجدول التكراري المعدل الفئات زي ما هي بس المره دي اخدت الايه؟ التكرار بعد التعديل معدل
طول الفئة. ماشي. هنتكلم على التكرار النسبي. Relative frequency. التكرار النسبي سواء جدول منتظم او غير منتظم هو التكرار على مجموع التكرارات. سواء جدول منتظم ملناش دعوه بالفعل خالص. امسك كل فئه هنا دي 15 على 100 يبقى التكرار النسبي 15 من 100. ال 20 على 100 بقت 20 من 100. ال 35 من 100 بقت 35 من 100 وبقت دي 17 من 100 وبقت دي عباره عن 13 من 100 ومجموعهم لازم يساوي الواحد الصحيح. الار اف التكرار النسبي الريلاتيف فريكوينسي. ريلاتيف فريكوينسي ايوه. ما هو لو اتطلب منك ان تحسبي كيت وكيت هتعمل في جدول واحد صح ولا لا؟ لو انا اديني الجدول وتجي احسب الايه؟ الريلاتيف فريكشن بين الاعداد دول هتكملي الجدول وتحطيه تحطيه في ايه؟ اعملها جنب ايه؟ جنب بعضها. لازم يدينا واحد صحيح. دكتور عايز التكرار المعدل لما اجيب التكرار بتاع الفئه هو سمع على طول الفئه يبقى بتديها لكل واحد. اه يبقى انا دلوقتي بعمل وزن كان من نصيب كل مفرده مصغر قد ايه من ايوه. اه التكرار النسبي هو تقريبا احتمال ان يقع فرد في هذه الفئه. تاني ما هي احتمال ان الاقي واحد في الفئه من 25 من كام؟ من 20 ل 25. بسألك على احتمال مش هتقول لي 20. 20 على 100. مش هتقول لي 4 هتقول لي اخد اللي ما يحقق الصفه على الايه؟ يبقى هو التكرار الايه؟ نعم. هو ليه لازم 7؟ ما هو ما انا بقسم على 100 كله ده برضه اشترك 5 في تجار معايا ولا لا؟ ماشي. لو اخر رو ده مش موجود لو مثلا من 50 ل 60 هو كده مش هيساوي واحد. ما هو ده موجود وده موجود وده موجود وده موجود وده موجود 13% اهو. كان في المثال ده لو انا مثلا لا لازم احسب لحد 50 بس ماكسيموم. 50 ليه؟ مش هي في تكرار طبعا اهو 13 معايا ولا لا؟ ماشي. لو يا فندم لو الجدول مفتوح هو عندي من 40 ل 50 من 40 ل 50 يعني وقفت لغايه هنا اهو يبقى 100 يبقى ما بقاش 100 هنشيل ال 13 ما بقاش 100 يبقى 87 واقسم على 87 صح ولا اقسم على 87 مظبوط كده؟ طب انا ليه ما عدلتش على ايه؟ هل في جدول تكراري معدل نسبي؟ تكراري معدل نسبي تقول لي اه ادي التكرار المعدل هجمعه صح ولا لا؟ واخد اقسم على ايه؟ على مجموع يبقى بعمل تعديل وبجيب النسبي واو واخد كل تكرار واسيبه على المجموع بتاعه صح حضرتكم ولا لا؟ يعني كده؟ تاني معدل يعني هجيب اعدل التكرار نسبي بعمله ازاي؟ مش هجمع التكرارات؟ واخد كل واحد على المجموع كل واحد على المجموع كل واحد على المجموع يبقى معدل نسبي يبقى التكرار المعدل على النسبة على